السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة إلكترونيات سيمو. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. عندنا هذا المشط الحراري، المشكل اللي كاين فيه هو أننا فاش كنركبوا له البريز، لاحظوا معايا، كنشعلوه غير لافيشاج اللي كيشعل، كيشعل غير لافيشاج ديالو هنا، ولكن السخونيه ما كتطلعش هنا. انا قمت بالفتح ديالو، والطريقه ديال الفتح ديالو راه عاديه. كنحيدو هاد البلاستيكه هاد اللي دايره غير بشي ابره رقيقه بحال هادي، كنحاولو اننا نحيدوها هكا، كنتبعوها ندورو عليها غير بشويه باش ما نهرسوهاش. وتلقاو 6 ليفيس، هما هادو 7 عفوا، تنفتحوهم من بعد داكشي، تنفتحو المشط ديالنا هكا، كنلقاو هنا لابلاك هي هادي. انا قلت لكم بان لافيشاج كاين، يعني كيكتب لينا هنا درجه الحراره. اسمحوا لي غادي نقلبها ونشرح لكم. هنا بعد ما كنشعلو تيشعل وتيطلع لنا لا لافيشاج، وكتزاد درجه الحراره، ولكن بعد واحد الوقيته تيعطيك ايرور والسخونيه ما كتطلعش هنا. لابلاك عندنا هنايا هي هادي، هادي هي لا ريزيستونس اللي تتسخن. غادي نحاولوا اننا نقلبوا هذا الفيزيبل هذا اللي كاين هنا. اذا غادي نستعملوا لاباريمتريك ديالنا في لومود كونتينويتي. اذا غادي نحاولوا اننا نفتحوا هذا الفيزيبل هذا ونجبدوه عندنا ونشوفوا واش مازال كيدوز ولا. هو هذا الفيزيبل، نتمنى ان تكون الامور كتبان لكم مزيان. غادي نحاول انني نعبروا بلا باراميتريكس ونشوف واش راه مازال في حاله جيده ولا راه قطع. اذا غادي نشوفوا لي بين ديالو. هانتوما كما كتلاحظوا هاد جوج خيوط حمر، هادو هما لي بين ديالو، نحاولوا اننا نعبروهم. اذا كتعطينا القيمه، يعني عفوا، بان الفيزيبل راه خدام مزيان. عندنا هنا هاد جوج خيوط هادو اللي كتشوفوا بالبيض، هادو هما القيمه ديال الريزيستونس. غادي نحاول نعبروا نشوفوا. اذا هنا ما كتعطيناش لا ريزيستونس حتى شي قيمه. اذا غادي نتيقنوا وغادي نحاولوا نقربوا لا ريزيستونس من نفتحوا له هاد 4 ديال ليفيس هادو ونشوفوا واش راها بحال جيده ولا راها ضايعه. إذا لاحظوا بأن لا ريزيستونس ديالنا راها ضايعة، يعني راها مهرسة أصلا، فيها واحد لاكاس، يعني أن لا ريزيستونس ديالنا مبقاتش بحالة جيدة. يعني كل ما علينا هو غادي نبدلو لا ريزيستونس والأمور غادي تكون مزيانة إن شاء الله. إذا هذا هو كل ما كاين في هذه الحصة. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا، يعني ولو القليل، على المكونات ديال المشط الحراري من الداخل، وتكونوا تبعتوا معايا الامور وحده وحده. شكرا على التتبع ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.